أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل كان أبو النبي صلى الله عليه وسلم كافر أم مسلم؟ كافر، أبو النبي صلى الله عليه وسلم كافر وأمه كافرة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله رجل: أين أبي؟ قال: أبوك في النار. فلما ولى دعاه وقال: أبي وأبوك في النار. وأما أمه فلأنه استأذن ربه أن يزور قبرها فأذن له، واستأذنه أن يستغفر لها فمنعه من ذلك. نعم.